جاء يمشي على الصراط وقفوه. قال للملائكة: خير، شو اللي صاير؟ قالوا: هذه القنطرة ما يمر عليها واحد وعنده حق لأحد. قال: الحمد لله، أنا مبري ذمتي. قالوا: لا صحيح، بس عليك غيبة. قال: هذا الذي ما حسبنا حسابه، أما الغيبة حدث ولا حرج، من الصبح إلى الليل وأنا أغتاب في أعراض الناس وفي سير الناس. قالوا: لا، إذن ارجع، ما تقدر تمر على القنطرة. ورجعوه بسبب الغيبة. ولذلك الغيبة صارت من أشنع الذنوب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شايف التشبيه والتمثيل؟ شوف القرآن يقول: أنت إذا جلست مع واحد واغتبت واحد صرت مثل الذي تأكلون لحمه.